كنت عم بقرا هلا عشان نايم نحكي شوي واطي. كلهم نايمين، الحيوانات كلها نايمه في الليل. هلا اكلوا الافريكان لاين، بتعرف انه بيقدر ينام 20 ساعة باليوم، وهي كان نفسها تنام 20 ساعة. انا كان شعب لي ربع او اربع، يعني اربع تعيش اربع ساعات تنام اليوم. اربع ساعات ما بعرف، يعني انت واحد نايم 20 ساعة الا هيصحيها الاربع ساعات دول مثلا. يعني هلا خلينا نحكي عن عاطف. الفيديو اللي جاي معانا هو عاطف من فلسطين. عاطف مخترع، يعني بيخترع حاجات، اخترع عربيه تمشي بالميه. عاطف عبد الرحمن شكوكاني، طالب بجامعة القدس، عمري 21 سنة، بدرس اقتصاد وكمبيوتر ساينس، بس الأمور اللي بشتغل عليها ممكن تكون مجال الميكانيك والإلكترونيات، مجال السيارات أكثر. كان شغفي بالبداية إن أعمل سيارة بتعمل الطاقة الشمسية صغيرة عين هالقد، فكانت هي أول شغلة بديت فيها، حبيت الفكرة والمبدأ، صرت أطور عليها شوي شوي، عملت سيارة أو هي بسكليت أربع عجل، بسكليت على الطاقة الشمسية، كانت برضو لشخص واحد أنا كنت أسوها، فكانت مرحلة تسلسلية. بعدها صرت أفكر إني كيف ممكن أحول هذه السيارة على المي، وهذه هي اللي كانت فكرة براءة الاختراع اللي سجلتها بوزارة الاقتصاد منذ تقريبا سنة ونص. كنت دائما لما اروح بدي اشتري لعبه او اشتري شغله اشتري سيارات، يعني زي ما عندي بتشوفي بالغرفه في مليان سيارات وكثير اشياء منهم فكفكه، يعني اي سياره بشتريها بلعب فيها شوي صغيره بتلاقيها فكتها، يعني اشوف جواها. فصفت الشغله انه تقيمي من السياره هاي تحطي بالسياره الثانيه، شغله تجربه يعني كانت في البدايه. فكرة السيارة بتعمل على المي هي عبارة عن نموذج لحل مشاكل في السيارات الكهربائية. زي ما نعرف بالعالم في السيارات الكهرباء في لها أفق كتير كبير، وهي تعتبر السيارة المستقبلية لأنها هي السيارة الخضراء والبيئة والأمور هذه كلها الناس صارت تهتم فيها. اجت فكرة هذه بتسلسل بعد ما اشتغلت عملت سيارة على الطاقة الشمسية. خطرت ببالي يعني فكرة، في كتير حلو مثلا في بنزين بقول بتم احتراقه، الديزل نفس الاشي، العوامل هذه كلها انه بصفة في احتراق فيها. صفة اخترت المي، بقول كيف ممكن من المي بدون عملية احتراق يصفي عندي هذه العملية، والحمد لله بعد التجربة والشغل عليها فترة طويلة الحمد لله يعني صفت. مجال الدراسة تقريبا بدك تحكي انه ما له علاقة في المشاريع اللي بشتغل عليها، كان شغفي حابب اني ادرس هندسة، بس شغلت بالسيارة وكنت قاعد بشتغل عليها وبدور عليها، انتهيت شوي عن الدراسة فللأسف أثر على معدل ما قدرتش ادرس هندسة، بس الحمد لله يعني ما كانش هذا عائق، بفضل الله استمريت وبشتغل عليه خطوة بخطوة، كل فترة بنعمل لنا شغلة جديدة. الوالد كان بدون خبرته في مجال السيارات والميكانيك وهذه الأمور كلها، فكان يعطيني خبرة في كيف مبدأ عمل السيارة في أمور معينة، أصير أنا أفكر كيف ممكن أغيرها لأطورها لسيارتي، أصير أستخدم بأمور بسيطة بس الأشياء الكبيرة اللي هي موجودة في السيارات. اللي عرف عن الموضوع كان قارئ تقرير عن براءة الاختراع وعارف عنها، فطلب من وزير الاقتصاد الدكتور جواد ناجي انه يقدمني له على اساس اني يتم تكريمي من قبل السيد الرئيس، واستدعاني معالي الوزير ورحنا وشفنا السيد الرئيس، كان بحكي لي في ضمن اللقاء انه لو انك كمان عملت سياره تصير تمشي على المي المالحه بكون افضل، فانا حاليا الحمد لله يعني عملت سياره بتمشي على المي المالحه، شيء بيختلف عن السياره الاولى. شاركت في مسابقه اسمها ميدل ايست انفيرومنتال ليدرشيب بروجرامز، وحصلت في
كان 54 فريق فيها، تم تصنيف اختار افضل 10 وكنت من افضل 10 افرقه. بالمرحله الثانيه اخذت المرتبه الاولى على الجميع الموجودين مسابقه. زي ما شفنا عاطف المخترع الصغير تبعنا، تعرف انا كثير حبيت السياره اللي سواها الاولى، لا اللي بطاقه الشمس تتحرك على طاقه الشمس. انا قريت الفاكت، اول سياره بطاقه الشمس كانت ب 1983. عرفتها دي سحلفه؟ لا لسه لحظه. راحت في استراليا من بيرث لسيدني 20 كيلومتر بالساعه، يعني لو واحد مشي جنبها يعني سباك اظن. بس مشي على طاقه الشمس. بس انا عجبتني موضوع الميه اكثر. لا المي فظيعه. الميه كتير انك ما تخلي عربيه تمشي بطاقه الميه، زي ما احنا زمان واحنا صغيرين كان يقول لك العربيه ممكن تمشي بعصير القصب. عندك والله كان في حد يقول كده واحد. لا فهو بجد ما شاء الله عليه، يعني ان هو قدر ان هو يعمل حاجه زي دي. والجميل كمان ان هو ما وقفش عند موضوع ان التنسيق بتاعه ما قدرش يدخله كليه هندسه بحيث ان هو يقدر يكمل في المجال ده، لا هو دخل درس تكنولوجيا ومعلومات وفي نفس الوقت كمل في المجال بتاعه. بتعرف شو حكى له الرئيس؟ طيب تمام، هلا سويتها بميه، اعملها بميه الملح. ما ليه بقى؟ عشان ميه الملح موجوده كثيره صح، بيستعملوها. فان شاء الله بنقدر هلا نشوف سياره من عاطف نقدر نستعملها، يعني شويه مي من البحر الميت ومن العقبه، يعني حطها ويلا امشي. طيب مع عاطف، ايه رايك بس اليوم؟ باليوم يعني عن جد شكرا لكل المواهب اللي كانوا معنا اليوم. بدنا نشكر عاطف المخترع تبعنا، بلال الموسيقي، مين كمان؟ موزع موسيقي، وعاطف. قلت عاطف. عبد الله الفيلم ميكر من عمان، وكمان محمد وسود الصحراء من فلسطين. فشكرا كثير وان شاء الله بنشوفكم في حلقه جاي. طب والحيوانات؟ شكرا للحيوانات، القرد والقرود اللي قاعده تتنطط حواليك، والاسد اللي كان نايم، والنمر اللي ما كانش بيتحرك اساسا. خدي القرد. Oh, my God.